مباراة تبدأ بأقدام لاعبي الجانرز. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. يستخلص الكرة وينهي المحاولة. تيمو فيرنر، كريستيان بوليسيتش. حلوة البينية العالية، فرصة كبيرة أمام المرمى، تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. كرة بالخطأ. خيسوس نافاز، كارلوس ألبيرتو. وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. كريستيان بوليسيتش، فيل فودن. تمريرة عالية في منتهى الجمال، كرة فيها خطورة. تيمو فيرنر، مستحيل، من يقول ما فيها أهداف؟ وفيها أهداف، هدف أول يكسر التعادل. جلي صالح مانشستر يونايتد. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. فرصة متاحة للتسجيل. تيمو فيرنر. أوه، مستحيل اللقطة. فرصة ذهبية سهلة جدا لتوسيع الفارق. لا أصدق بأنها ضاعت، كانت سهلة جدا، كان بالإمكان حسم الأمور مبكرا في هذا اللقاء. كريستيان بوليسيتش، كرة هدف الآن. يا سلام يا ماركوس، هدف من راشفورد الآن. وضع الكرة في المرمى، حرك الشباك، حرك القلوب، أشعل المدرجات، أشعل الأجواء. الله على هذه اللحظة. فيل فودن. نيمار، يستعرض نيمار، بيعدي نيمار. يا لعيب يا لعيب. الحكم بيضيف دقيقة واحدة لعمر اللقاء. فيل فودن. الشوط الأول ينتهي 2-0. الشوط الأول كان لمصلحة اليونايتد، راح نشوف اللي راح يصير في الشوط الثاني. كرة للور والثانية لا تصل. تمريرة بيغير فيها مسار اللعب. كرة بشكل جميل. أوهو، استعادوها في الوقت المناسب. نيمار، مدرب أصحاب الأرض يفكر بالتغيير الآن. تبديل في فريق أرسنال. دائما ما ذكرنا بأن كرة القدم هي أكبر بكثير من مجرد رياضة، أكبر بكثير من مجرد لعبة. هي حدث يجمع بين اللاعب والمشاعر الملتهبة والانتماء، تعني للشعوب الكثير. هذا ما حدث فعلا عندما تم إعلان الحرب بين السلفادور والهندوراس بسبب مباراة كرة القدم. تسديدة من بعيد، شوف تعامل حارس المرمى بكل أريحية. فيل فودن. أليساندرو ديل بيرو، تمركز الجيد يساعده في قطع الكرة. الحكم يعطي الأفضلية لمانشستر يونايتد. نيمار وفرصة هدف الآن. ماركوس راشفورد، استعاد الكرة بشكل سليم. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. فيل فودن، تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. 10 دقائق ويطلق الحكم صفرة نهاية المباراة. شفانشتايجر،
بيلعب لك كرة بينية عالية، بتضيع الكرة على مانشستر يونايتد. نيمار، فيل فودن، كرة بتضيع، إنذار شفوي في هذه المرة، قد يتحول إلى إنذار وكرت أصفر إذا ما تكرر مرة أخرى. مستحيل هذه الكرة، كرة تصطدم بالحارس وتستقر في المرمى. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. الحكم يعلن عن إضافة دقيقتين. المنافس يسيطر على الكرة. فاصلة النهاية، المستضيف يخسر بين جماهيره ويفشل في استغلال عاملي الأرض.